بصوا بقى يا جدعان، النهارده هنلعب لعبه حرب اكياس الميه. خلاص ماشي يا كشري، بس هنلعبها ازاي؟ بص يا علي، كل واحد هيبقى واخد جنب كده ومعاه الاكياس بتاعته ويضرب التاني على طول. خلاص ماشي، حلوه اللعبه دي يا كشري. ايوه طبعا يا عم، انا ما بلعبش العاب وخلاص، انا لازم العب العاب كده فيها قوه قوه. بصوا بقى يا جدعان، انتوا الاثنين يا كشري، اللي قد اللعبه يا جدعان يلعب، واللي مش قد اللعبه منكم انتوا الاثنين ما يلعبش. لا يا كشري، احنا قد اللعبه وهنلعب. خلاص ماشي يا رجاله، املى اخر كيس ونبدا اللعب. تمام تمام يا كشري. تمام يا رجاله، بقول لكم يا جماعه، الفيديو ده لو عجبكم انزلوا يا جماعه تحت دلوقتي اعملوا لايك واشتركوا في القناه، وشكرا جدا جدا علشان وصلنا 100,000 مشترك. يلا بقى نكمل الفيديو. يلا يا رجاله، بصوا اهم حاجه يا جماعه، اللي يخاف يروح. لا يا عم كشري، محدش هيخاف. خلاص ماشي يا علي، بس انا جات لي فكره. ايه هي الفكره دي يا كشري؟ ان احنا نقسم بعضنا فريقين. اه حلوه قوي الفكره دي يا كشري. عيب عليك يا مروان، هنبقى 2-2. يا ترى ناخد مين فيكم بقى؟ خدني معاك انا كشري. لا يا عم انا اروح معاك. بس يا عم انت، هو انت هتتخانق ولا انا؟ ولا هاخدك انت ولا هاخدك انت، هاخد علي. خلاص ماشي يا كشري، انا اللي هلعب معاه. خلاص ماشي يا علي، اقعدوا بقى ساكتين يا جماعه عشان نركز بقى في اللعبه دي، عشان اللعبه دي جامده جدا جدا، ان شاء الله هنخرب الدنيا وهحميكوا كلكم. يا عم ماشي، هنشوف مين اللي هيكسب. هنشوف يا حبيبي، اخر كيس بس عاملاه ونبدا اللعبه على طول. يلا يا باشا تملي انت كمان، يلا تملي. اجهزوا اجهزوا يا رجاله علشان اللعب هيبدا دلوقتي. يلا بينا يلا بينا يا كشري، انا اشيل عنك. خلاص ماشي، خد يا علي. يلا يا صاحبي انت كمان شيل، يلا الجردل ده، ويلا عشان هنبدا اللعبه يا رجاله. شيل يا محمد وتعالى ورايا. يلا يا رجاله، ان شاء الله هيخرب الدنيا. تعالوا يا رجاله، يلا تعالوا يا رجاله. هي الحرب هنعملها هنا، حرب الميه هنعملها هنا. خلاص ماشي يا كشري، احنا نقف وراني شجره. اي شجره من دول يا علي، المهم ان احنا لازم نكسب العيال دي. هتعرفوا تكسبونا يا عم. ماشي، لما نشوف بقى مين اللي هيكسب. والله يا كشري انا مبادرك بالميه دي. يا عم اللي عندكم اعملوا، ورينا هتعملوا ايه. بص يا دي علي، احنا هناخد الشجره دي وهم ياخدوا الشجره اللي جوه. يلا يا رجاله، يلا يا علي، تعالى علي، هات يا علي. يلا يا رجاله، انت خش جوه بقى على الشجره اللي جوه دي، يلا بسرعه. ماشي تعالى علي، تعالى علي، يلا بسرعه جهزوا. يلا يا باشا. جهزتوا؟ جهزنا. خلاص ماشي يا رجاله. بقول لك ايه بقى يا اسطى، انت تاخد جنب وانا اخد جنب. تمام يلا ان شاء الله يا علي، لنفرتك وشهم بالميه دي. انا عارف ان هم عيال جربانه، انا هحميهم النهارده. يا ابن المحظوظه، الله لا اجيبها في الواد ابو تيشيرت اسود ده. قشط عليك يا كشري. عيب عليك، مش قلت لك هنضفهم النهارده؟ ايوه كده يا جدعان، وانا هفضل اضرب اضرب، انتوا مش هتضربوا ولا ايه؟ والله هنضرب الكشري، بس هفرتك لك وشك. بقول لك ايه، سيبني انا اضرب اول ضربه. يا عم ماشي، بس مش هيفضل يضرب فينا لوحده. بص يا اسطى هنعمل فيه ايه؟ يا ابن المنطقه. يا اسطى عملت فيه ايه؟ الرد سريع يا باشا، عيب عليك انت بتلعب مع كشري ابو الكشاكيش. ده انا على اسود، ده ادالك ما لحقش يقول له، ادالك في وشك. عيب عليك يا باشا علي، خش عليهم انت بقى الضربه دي. خلاص ماشي يا كشري، هجيب لك حقك يا اسطى دلوقتي. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه علي، دي جت في ودنه. عيب عليك يا كشري. علولي بص انا اعمل فيهم ايه الوقت. تعالى بس يا عم، ده يا عم ولا يا ابن المحظوظه، جه في ضهره ما فرقعش. خد ده كمان. معلش يا محمد معلش. اديله اديله اديله، ولسه ما عملناش حاجه، ده انتوا يومكم النهارده اسود يا عالم يا معفنه. يا لهوي، روح اضربه يا عم في وشي يا عم. خلاص ماشي يا ولاد الكلب. شفت اسمك بتقف كشري ازاي؟ الله اكبر عليك يا كشري يا جامد. عيب عليك يا علي، انت بتلعب مع كشري النشين بيو على طول يا كشري. والله العظيم لاجيب حقنا دلوقتي. يا ابن اللذينة، اديته في دماغه، اديته في دماغه. والله العظيم لاجيب لك ام يا عم. خد. الله اكبر عليك يا مروان يا جامد. يا ابن المحظوظه، والله العظيم نجيبه فيك برضه. علي اضرب يا علي معايا. علي خلاص يا كشري ماشي. الواد اللي لابس ابيض ده هو اللي اداني واحد في دماغي، لازم اجيب حقي منه. انت يلا. ايه يا كشري؟ هات حته. والله العظيم تسلم ايدك يا كشري يا لعيب. عيب عليك يا علي. يا ابن الكلب، والله العظيم ناخد حقي. يا حصه يا لعيب، ده انا ما بسيبش حقي، ده انا هفرتك وشكوا على انا وعفانه بالاثنين. معلش يا اسطى معلش. اول واحد وقع. الف سلام عليك يا مروان، تعالى لي انت يا اسود يا ابن يا لهو. قوم يا اسطى.
يا لهوي يا كشري، الرجاله ماتت يا كشري. عيب عليك يا علي، ما هو اخر اللي يلعب مع كشري ويضرب كشري لازم يموت. والله العظيم انا مش هحلهم، مش هحلهم. ايه يا رجاله بتعملوا ايه؟ ازيك يا سيف عامل ايه؟ بنلعب حرب كاس ميه. عايز العب معاك يا كشري. لا يا سيف احنا خلصنا لعب. اهدى يا علي، اهدى يا علي، انت عايز تلعب يا سيف؟ اجهز يا سيف، اجهز يا سيف عشان هتلعب معانا. ايه يا كشري؟ انت بتفكر انا بفكر فيه؟ ايوه طبعا، بدل ما يبقوا جثتين يبقوا ثلاثة. فكرة برضه يا كشري. يلا يا سيف استخبى ورا الشجرة. خلاص ماشي يا رجالة. ايه ده؟ هما دول مالهم؟ ما مالهمش، كانوا بيلعبوا وخدوا كام كيس كده على دماغهم راحوا سقطوا مننا. يا لهوي، يعني انا هلعب كل لوحدي؟ اه يا سيف انت تلعبنا لوحدك، هتلعب ولا تمشي؟ لا يا عم هلعب وانا اللي هكسبكم. بيقول لك هيكسبنا، يلا يا باشا استخبى عشان ما بقاش عندك حجه، وباذن الله باذن الله هكومك عليهم. خلاص ماشي وانا هكسبكم يا كشر. تكسبنا ده في المشمش يا حبيبي، خد اديته في وش التاني، اديته. الله عليك يا كشر. يا ابن اللذين يا كشر ده انا هوريك، خد. عيب عليك يا علي. يا ابن اللذين يا سيف، والله العظيم نديك بالكرم. يخرب بيتك يا كشر يا ابن المجنون، هتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ ده انا هموتك والله العظيم يا سيف. علي بقول لك ايه؟ ايه يا كشري في ايه؟ هنعمل هجمه مرتده عليه ونفرتك دماغه. عم احسن يموت في ايدينا. يا عم مش هيموت، دي ميه يعني، يلا بينا نهجم. في يا جدعان انتوا جايين عليا كده ليه؟ دلوقتي تعرف؟ ايوه كده، احنا اللي كسبنا يا جدعان، احنا اللي كسبنا. جدع ادي علي اهو، جدع ادي علي اهو. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما خلصت الفيديو علي عمال يقول لهم انا ما اتضربتش ولا كيس ولا الكلام ده، فانا قررت يا جماعه اعمل فيه مقلب. قلت لهم يلا هنتصور الصوره المصغره بتاعت الفيديو. فطبعا علي والله ما عارف اي حاجه يا جماعه. بصوا جاي بقول له اقف يا علي يلا هنا، بصوا يا جماعه يلا، بصوا اديته واحده كده يا جماعه. يا جدعان علي قال ما استحماش وهو طول الفيديو، فانا قلت بقى اعمل فيه مقلب واديله في دماغه. واحد اثنين ثلاثة. ايه يا كشري؟ تضحكش. ضحكت، هات يا نعيد تاني. لا انت اللي هتموت. بص يا اسطى بقى خد الضربة. معلش يا اسطى معلش. حلو. هتاخد الضربة بس كده اهو. تنبيه. اه واحد اثنين. اه انت وقعت ده يا اسطى. يا لهوي. قوم يا عم. كده بنفس الطريقة، واحد اثنين ثلاثة. يا لهوي. قوم يا عم. لا. يا لهوي. قوم يا اسطى. اتنين ما تحسش بقى، واحد اتنين يا عم اصبر، يا عم اصبر، واحد اتنين تلاتة. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم يا جدعان. اللي عاوز بقى يتفرج على فيديوهات جامده جدا جدا، في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا، يا ريت تخشوا بقى تتفرجوا عليهم وتعملوا لايكات كتير. ويلا يا جدعان سلام، واستنوا الفيديو الجاي. سلام.